بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أجمعين. إن شاء الله النهاردة في هذا الفيديو هنقول لكم مميزات تربية الأرانب على الأرض. يعني إيه الفايدة من كده لما بتربيه الأرض؟ إيه يعني الفرق بين ساعة تربيه مع السلوك، والفرق بين ساعة بتيجي تربيهم على الطبيعة في الأرض زي ما شايفين كده إحنا بربيهم في الأرض. هقول لكم إن شاء الله في هذا الفيديو بكل التفاصيل. طبعا قبل بداية هذا الفيديو منساش تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ومنساش أن تشترك في هذه القناة وتضغط زر اللايك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وغريب في هذه القناة. زي ما شايفين حضراتكم دي منظر الأرانب وهي دلوقتي حفر. هقول لكم ايه فايدة الحفر الذي يحفروه وايه فايدته بالتفاصيل. طبعا أول حاجة زيادة الإنتاج صغار الأرانب، زيادة إنتاج صغار الأرانب، وتضمن 100% إن مفيش ولا أرنبة صغيرة إنها هتموت ولا أي حاجة، تمام؟ تضمن إن مفيش أي حاجة هتموت معاك ولا أي حاجة بالكلام ده، تمام؟ دي معلومة مهمة. وبرضو في حاجات تاني أهم، يعني في حاجات تاني أهم، تمام؟ ده بالنسبة لإيه؟ مفيش أي حاجة يعني هيزيد معاك في الإنتاج وفي كل حاجة، تمام؟ هيزيد معاك في الإنتاج وفي كل حاجة، دي حاجة مهمة جدا جدا، ويعني ليها ميزات كبيرة جدا في الحفر دي، ليها ميزات في الحفر. هما بيحبوا كده، هما بيحبوا يفحروا في الصيف وفي الشتاء، وفي الشتاء بيبقى معاهم ليهم مكان دافي جدا جدا. في الشتاء المكان الحفرة دي اللي بيحفروها بيبقى مكانهم عشان يبقى المكان دافي جدا جدا، تمام؟ وبس كده تكون انتهت هذا الفيديو، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.